صباح الخير يا جماعة. إن شاء الله إحنا النهاردة هنستكمل حديثنا عن المعبد في مصر القديمة. كنا قد بدأنا مجموعة حلقات تتحدث عن المعبد، وقلنا أن الاختيار مكان إقامة المعبد مجموعة من الاعتبارات العقائدية والنظرية لابد أن تؤخذ في الحسبان. ثم تطرقنا إلى شعائر تأسيسية يقوم بها الملك، مثل خروجه من قصره إلى مكان إقامة المعبد، ثم ممارسة شعيرة فرد الحبل بمساعدة المعبودة سيشات، وذلك لتحديد مساحة المعبد. نأتي بعد ذلك للشعيرة الثالثة، وهي تطهير المكان من الأرواح الشريرة. يتم ذلك عن طريق حرق البخور، وتنتهي هذه الشعيرة بتقديم قربان عبارة عن رأس ثور أو رأس أوزة. ثم هناك شعيرة وضع ودائع الأساس، يقوم الملك بوضع ودائع الأساس في حفر موجودة في أركان المعبد وفي بعض الأماكن الأخرى مثل أسفل المداخل الرئيسية. ويعني هذه الودائع يكتب عليها في الغالب اسم الملك واسم المعبود الذي أنشئ من أجله هذا المعبد. ويعني هذه الودائع بتكون من معادن مختلفة مثل النحاس والذهب والفضة ومن أحجار كريمة ويعني أحجار أخرى مثل الخزف والفخار، وهي بتأخذ في الغالب شكل ألواح. نأتي بعد ذلك إلى الشعيرة الشهيرة، وهي شعيرة سكب الرمال، يقوم الملك بها. وفي الغالب أن هذه الشعيرة يقوم فيها الملك بسكب الرمال في حفر ودائع الأساس. ويعني تم الاعتقاد أن سكب الرمال يكون في هذه الحفر على اعتبار أن المناظر التي تظهر شعيرة سكب الرمال تظهر الملك وهو منحنيا يعني قليلا إلى أسفل. فمن هنا يعني أعتقد أن سكب الرمال ربما يكون في حفر ودائع الأساس. يتبع إن شاء الله.